الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن معيشة المسلم مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد عدة. من هذه الفوائد أنه ينخلع من عصره إلى عصر أعظم منه نورا، فعصر النبي صلى الله عليه وسلم هو عصر الهداية والنور وعصر الخير والرشاد، ولذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام عصره والعصر الذي يليه ثم العصر الذي يليه، ثم شك الراوي بعد ذلك في العصر الرابع: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فحياتك مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الفائدة، أنك تعيش مع نور النبوة وتعيش مع هداية السنة وتجسد معاني الدين واقعا أنت تراه في عصره. الفائدة الثانية أن ذلك من جملة العبادة، ففي الأثر الموقوف الذي في إسناده بعض الكلام من حديث معاذ: اطلبوا العلم فإن طلبه لله خشية، فإن طلبه لله خشية، وإن العمل به عبادة. فطلب الحديث والعمل بالحديث عبادة لله عز وجل، وهذا في كل أمر فيه طاعة لله، فإن عبادة الله عز وجل هو أن تعمل بطاعة الله وأن تكون حيث أراد الله في أقوالك وأعمالك الظاهرة والباطنة، كما أفاد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالأمر الثاني أنك بطلبك الحديث وحرصك عليه وعملك به أنت عابد لله، أنت عابد لله. الأمر الثالث أن طلب الحديث والعمل به يجعلك من الفرقة الناجية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفرقة الناجية ما كان عليه هو وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. ووردت ألفاظ بعض أهل الحديث في أن المقصود بالفرقة الناجية هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، ورد ذلك عن البخاري وعن علي بن المديني وعن أحمد وعن غير واحد من أهل العلم. وليس المقصود بعلم الحديث وطلب الحديث أن تكون جامعا له أو أن تكون ملما بمنهج علمه، لا، ولكن المقصود بأهل الحديث هم الذين يعرفون الحديث ويعظمون الحديث وينصرون الحديث وينشرون الحديث ويعملون بالحديث. إذن هؤلاء هم المقصود بأهل الحديث. فرب رجل أمي بسيط لا يكاد يبين وهو من أهل الحديث، ورب عالم نحرير لا يشق له غبار وليس من أهل الحديث. نعلم بعض أهل الحديث من المشاهير متصوفة وأهل بدعة أجلاد، هم أجلاد في بدعتهم كبدعة التصوف أو بدعة التجهم أو بدعة الاعتزال أو بدعة الإرجاء،
والإرجاء هنا هو الإرجاء بمعناه الصحيح، ليس كما ينشر عن بعض الأفاضل أنهم مرجئة، وحاشا وكلا أن يكونوا كذلك. ولا نريد أن نصرح بالأسماء لأن مقام المجامع لا يجوز التصريح فيها بالأسماء، ولكننا حريصون على الأفكار والمبادئ والمعاني، فهذا أعظم من أن يتكلم على الناس بالأسامي. فأهل طلب الحديث الذين يتلبسون بالبدع في الحقيقة ليسوا من أهل الحديث، ليسوا من أهل الحديث، وإنما صاحب الحديث هو المتسنن الذي يعلم السنة ويدعو إلى السنة وينصر السنة وينشرها ويعمل بها، وهؤلاء هم المقصودون بأهل الحديث الذين عناهم العلماء الأجلة كالإمام أحمد والبخاري وعلي بن المديني عليهم جميعا من الله تعالى الرحمة. وإذا علمت ذلك فاعلم أن أسعد الناس بالدين هم أهل الحديث، أسعد الناس بالدين هم أهل الحديث. ولذلك عندما خاطب سعيد بن جبير جلساءه وهو في حديث حصين بن عبد الرحمن أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أي سقط ولم يظهر، فقال حصين بن عبد الرحمن، وهذا الحديث مخرج في البخاري وفي مسلم وعند أحمد والترمذي والنسائي واللفظ لمسلم، فقال حصين أنا، ثم أردف قائلا أما والله لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت أي أصابني مكروه من جهة عقرب أو ثعبان. فقال سعيد بن جبير وما صنعت وما صنعت؟ قال ارتقيت أي طلبت الرقية. قال وما حملك على هذا؟ قال حديث حدثنيه الشعبي، حدثنيه الشعبي عن بريدة ابن القصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الخبر الذي رواه حصين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر صحيح، هو خبر صحيح عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، وإن كان خبر ابن ماجه في إسناده كلام. والمقصود بالحمى، المقصود بالحمى أي ما يصيب الملدوغ من الحمى، ما يصيب الملدوغ من الحمى. ثم استعير بعد ذلك أن كل ملدوغ يقال أصابته حمى، أصابته حمى، وهذا من باب التوسع في العبارة والاستعارة، التوسع في العبارة والاستعارة. إذن الحمى، الحمى أو الحمى ما يصيب الملدوغ، ثم سمي الملدوغ بما أصيب به من باب التوسع. لا رقية إلا من عين، والعين الحسد، وسمي الحاسد عائنا لأنه يصيب المحسود بعينه عافاكم الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليبرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا علامة يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فليبرك، فليقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لكن لا تحسد أيها المسلم وأخاه، فإن الحاسد عدو الله تعالى في أرضه، ولا يكون في ملك الله تعالى إلا ما أراد الله، فلا يقع الحسد إلا بأمر الله. فلا رقية إلا من عين أو حمى، اليد الشمال لا تتكي عليها، أو حمى. الحمى ما يصيب الملدوغ من عقرب أو ثعبان من حرارة شديدة، ولذلك سميت الحمى حمى. والحمى مات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عندما اشتكت عائشة فقالت يا رسول الله ورأساه،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة. وكان ذلك مبتدأ شكوى النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الحمى انحراف واعتلال في بدن المرء لأمر غريب أصابه، والحمى التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من جراء الذراع المسمومة التي أكلها فلاكها منذ عدة سنين في فتح خيبر. خيبر كانت السنة السابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في صدر السنة الحادية عشرة. فمكث السم في بدن النبي عليه الصلاة والسلام عدة سنوات، ثم انقض عليه فأصابته الحمى ومات عليه الصلاة والسلام. قال علماء الإسلام: فأراد الله تعالى أن يجمع على نبيه صلى الله عليه وسلم خير المقامات في قوله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وكان نبيا، والصديقين وكان أعظم من صدق ربه في دينه، والشهداء فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا ليتقلب في أعلى مقامات الشهادة، والصالحين فهو إمام الصالحين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال حصين: حدثنيه، أي هذا الحديث الشعبي، عن بريدة ابن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ماذا قال سعيد بن جبير؟ قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يا إلهي، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي كل مسلم سمع حديثا من طريق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه قبوله دون البحث عنه، أقولها ثانية: ما من مسلم يرد إليه الحديث من طريق صحيحة، أي أخبره بالحديث العدل الثقة، إلا وجب عليه قبوله، فنحن نقبل خبر الواحد عندما يرى الهلال مؤذنا ببداية الصيام أو مؤذنا بنهاية الصيام. يأتي الخبر عن طريق الثقة العدل، يقول: لقد رأيت هلال رمضان، فلا نحاققه ولا نناقشه، بل نقبل خبره، جملة. هذا ودين الله عز وجل. أيضا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيحين، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ: أن يوحدوا الله ويؤمنوا بي، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى، وفي لفظ: فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انظر، يدعو إلى التوحيد، وإلى الصلاة وإلى الزكاة، وينهى عن الظلم وما إلى ذلك، وقبل الناس كلامه وهو واحد، لم يناقشوه ولم يحاققوه ولم يقول له: يا معاذ، من أدران أنك رجل صادق؟ بل إذا أتى الصادق الثبت بالخبر، وجب على المسلم أن ينقاد لذلك الخبر. فما أتاك جملة أخذته جملة، أما أن تبحث عن التفصيل فليس هذا لك، وإنما هذا حال المستنبطين إذا أرادوا، فلابد أن يبحث عن حال الخبر
أهو مقيد أم مطلق؟ عام أم خاص؟ مفسر أو مبين؟ مؤول أم ظاهر أم خفي أم ناسخ أم منسوخ؟ هذا ليس لعموم المسلمين ولكنه لطائفة من المسلمين. قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لم يقل لو ردوه إلى الرسول وإلى الناس، ولكن إلى أولي الأمر منهم. فالاستنباط والاستدلال موكول إلى طائفة، ليس لكلية الأمة. أما كلية الأمة فليس عليها إلا أن تنقاد للخبر إذا أتى من الطريق الصحيح. والأمر نفسه في حديث علي رضي الله تعالى عنه، ومخرج في الصحيحين أيضا، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ورجلا هنا منصوبة على نزع الخافض والتقدير، لأعطين الراية غدا إلى رجل أو لرجل. فلما نزع الخافض لحرف الجر انتصب الاسم بعده، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا كان في غزوة خيبر، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، أيهم يعطاه شرف كبير. الناس مش انقلبوا للبيوت، اتعشوا وناموا، وبكرة الصبح يا سيدي نعرف مين اللي ياخد الراية. لم يقولوا ذلك. بات الناس يدوكون، أي لم ينم الصحابة هذه الليلة، وذلك لشدة حرصهم على الخير. ما أصاب المسلمين ما أصابهم هذه الأيام، إلا لأننا أمة وسنانة كاسلة عن أداء الحقوق، أمة نائمة، أمة هزيلة مضيعة لحقوقها. بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وفي غير الصحيحين من حديث عمر قال: والله ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ، لم يتمنى الإمرة إلا في هذا اليوم. لماذا؟ لما رتب النبي عليه الصلاة والسلام من البشارة العظيمة لمن يعطى الراية، حاجة عظيمة جدا. إلا هديله الراية بكرة، ده بيحب ربنا وبيحب الرسول وأيضا يحبه الله ورسوله. والدوك أي الخوض، حتى تداخلت الأصوات، حتى تداخلت الأصوات. وهذا يدل على شدة اجتهاد الصحابة في البحث والتخمين عمن يعطى هذه الراية. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام استشرف الناس من يعطى هذه الراية، فدعا بعلي رضي الله تعالى عنه. قالوا: يا رسول الله، إنه رمد يشتكي عينه، عينه مصابة بالرمد. احنا عندنا مستشفى كبيرة جدا في المنصورة اسمها مستشفى الرمد، وعندنا قسم كبير جدا كلية الطب قسم العيون والرمد، مريض في عينه. يا ترى كيف يصير أميرا يفتح خيبر وهو يشتكي عينه؟ لابد أن يتحسس جنوده وأن يعرف طريقه لمنازلة الأعداء، ولذلك لابد أن يكون القائد بصيرا، لابد ألا يكون به آفة في عينه. ولذلك قال بعض أهل العلم المعنيين، قال بعض أهل العلم المعنيون بذكر شروط الولاية أنه لابد ألا تكون به آفة ظاهرة. قالوا: يا رسول الله، إنه رمد يشتكي عينه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدق في عينه. يا سلام، الماء الريح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم جعله في عين علي، فبرأت وصارت أصلح مما كانت. الله أكبر، برأت وصارت أصلح مما كانت ببركة بزاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال: يا علي،
انفذ على رسلك بالراحة، لا تتعجل، لا تكن عجولا، كن متأيدا، كن متأنيا، انفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالسنة وأن يجعلنا من أهلها، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن سلك سبيلهم إلى يوم اللقى. ثم أما بعد، لنطيل عليكم شفقة بكم وشفقة بنفسي أيضا، وشفقة بكم حتى لا تصابوا بالحرارة. وتذكر هنا الصحابة الذين كانوا يمشون في الصحراء في قيض الصيف. تصور، في الصحراء المهلكة والجبال المدوية، ليس معهم خريف ولا مقرف ولا ظل وريف، ليس معهم شيء من ذلك، ليست عندهم مياه باردة ولا طعم سابغ هنية، ويسيرون في الصحراء تقطع أقدامهم ويسيل منها الدم، فيأتون إلى الخرق فيربطون بها أرجلهم. هؤلاء هم الصحابة. أما نحن الآن فإني لأريد أن أطيل رحمة بكم، لأننا جزء من هذه الأمة الضعيفة التي لا تتحمل الحر قليلا. إذا انقطع الكهرباء لم تتحمل الحر قليلا، أمة ضعيفة لن يكتب لها خير ولا نجاة إلا إذا اعتصمت بالقوة، والقوة مردها الدين. فإن قوة المسلم في دينه ليست في بدنه، وقوة المنافق في بدنه ليست في دينه. فالدين هو القوة التي تحرك المؤمن. أما اليوم فالله تعالى أسأل أن يقوينا بقوته وأن يعيننا من فضله. الله تعالى أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وانصر إخواننا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم زوج بنات المسلمين وأصلح أولاد المسلمين واشف مرضى المسلمين ورد الغائب من المسلمين واقض دين المسلمين وأعز أمة المسلمين وخذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم. وصل اللهم على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.